ونتحدث اليوم عن هذه الرياضة. ونرحب بضيفنا في الاستوديو الأخ والمتسابق محمد المنصوري بطل الدريفت. حياك الله يا الله يحييك يا مرحبا. مساء الخير وحياك الله ويانا. مساء الورد يا مرحبا حياكم. تسوين درفتنج ولا ما سويتي؟ أو تعرفين شو رياضة؟ ليش تسألني؟ تعرفين شو رياضة ولا تعرفين عبيد؟ أعرف رياضة الانجراف. أيوة يعني خلاص سؤال أول عندك. طبعا مثل ما يقولون الانجراف فاقد السيطرة ونفس الوقت مسيطر على السيارة. هذا أمرين في نفس الواحد. إذا كان منحنى يسار وأنا رايح للستيرنج على اليمين. زين الحين الرياضة هذه موجودة في الإمارات. نعم. والحين انتشرت في الخليج. نعم. ولكن يوم نتكلم عنها كبطولات. بطولات معتمدة في الدولة ولها ممولين ولها أيضا اتحاد. بطولات عندنا معتمدة في الدولة. وطبعا الشيء الحلو اللي صار خلال السنوات الماضية أن فتحوا لنا حلبة في ليوة. جميل. يعني حلبة ليوة للدرفت يعني مش بس استعراض الحر. نعم. ففي عندنا وايد حلبات أم القيوين وعندنا حلبة جبل علي وحلبة أوتودروم دبي وحلبة ياس. وطبعا هاي الحلبات كلها مفتوحة لكل السائقين اللي بيتعلمون الدرفت وغيره وغيره. وعندنا مدرسة هني في الإمارات مدرسة درفت برو درفت أكاديمي. فيعني برو درفت أكاديمي مدرسة تعلم هذا الشيء. إيه تعلم من الصفر. نعم. اللي ما يعرف شيء اسمه درفت يروح هناك يخبرهم يعلمونه من الصفر لين ما خلاص يكون محترف. تعلمت فيها؟ أنا تعلمت فيها فترة بسيطة. جميل. يعني مش وايد لكن كنت أخذت الأسس. لابد أن نشوف نحن عبير يمكن الرياضات بشكل عام لابد أنك تتوجه للمحترفين. إيه فلها أسس. فأنت تأخذ على الأقل الأساسيات مالتها تعرفها من ثم أنت تنطلق. بالضبط. سواء كان كملت او انطلقت الى العالم نفسه بس انت عرفت توازن وين بتصير وين وهل هذا نعم هالرياضه تصير لك وتنفعك ولا لا. زين عبير هذا السؤال صعب شكله. شو اصل هالرياضه يعني رياضه الدريفت او الانجراف؟ بالضبط شو فائدتها يعني شو الفائده في هالرياضه؟ هل هي متعه فقط يعني بس؟ هي متعه وهوايه ونفس الوقت هاي الرياضه كانوا مثل ما يقولون اليابانيين اللي كانوا في اليابان عندهم سباقات الجبليه هذه كانوا يختصرون الموضوع ان يسوون درفت عشان ما يخفف السرعه في المنحنى عشان ما تغرز يعني لا لا المنحنيات الجبليه عندهم هناك المنحنيات الجبليه شوارع فعشان ما يخفف سرعته فيسوي درفت منحنى عشان يكون السرعه يعني ما تنزل يعني شو فادتك زين هاي الرياضه شو فادتها محمد شو اضافت لك هوايه ومثل ما يقولون يعني في تحدي يعني في هالرياضة وايد حديقة يعني مش على مستوى الإمارات ولا مستوى العالم يعني هالرياضة وايد تطورت حاليا أنا أشوف إن بعد 10 سنوات بتكون من أفضل رياضات السيارات. نعم. طيب هذه شفت الملاهي يوم يسيرين الملاهي وأنت في سيارة الدريفت هذه وضعك بالضبط. هو قال شيء هي قال فقدان السيطرة والسيطرة وهذا أمر مش سهل ترى يعني أمر يمكن محمد ما شاء الله بطل فيخبرنا أكثر عن البطولات أول شيء اللي أحرزها. أنا الحمد لله عندي 42 تتويج يعني على مستوى في الخليج وفي الإمارات المستوى المحلي والخليجي. نعم. وعندي بطولة واحدة على مستوى الشرق الأوسط المركز الثالث الحمد لله ما شاء الله. فالبطولات هاي أغلبها في الإمارات وفي عمان وفي في قطر وفي البحرين. وحصلت على رعاية بسبب هذه حصلت على رعاية من باور هورس. باور هورس يرعونك. أنا رياضي باور هورس. مكلفة جدا. نعم. بالضبط مكلفة. فيعني لو احنا يعني ما أدري إذا في مواد بيعرضها لنا المخرج نشوفها مع بعض نشوفها حاليا على الشاشة. شو رأيك عبير؟ هذا هو فقدان السيطرة والسيطرة. خطرة هالرياضة أنا أشوفها. طبعا عندنا هني في الحلبات كل شيء أمان ومعايير سلامة. يعني ما في شيء خطر. شو سيارة اللي وياك؟ نيسان سيلفيا. اسلبي او هذه ليجندري كار يعني هي هاي سياره معظم الناس قديمة. انا اشوف بعض شوارع الحي لما تشوف الشارع تشي القار عليه تشي خطوط التواير فاعرف ان هني في شباب لاعبين محمد مر من هنا. لا 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 احنا طبعا نمارس الهوايه في الحلبات يعني مستحيل برا. جميل. هذا وين المكان كان هاي شو من البطولات؟ في دبي في سوق الحر في سوق البحر لا نسيت اسم السوق. هذا يعتبر خطأ طبعا اللي هو ضرب البرميل. ايوه بالضبط عندي غلط واحد كان في البرميل. مفروض يعني تمر بدون ما تلمس اي برميل. بالضبط. بس الغلط هذا الوحيد اللي خلاني انزل للمركز الثالث في هذا اليوم. نعم. فالحمد لله يعني شو بارك. هل بتستمر محمد انت بتمارس هالرياضه لمتى يعني؟ حاليا ما حددت لما تاخذ بطوله مثلا. انا اخذت وايد بطولات لكن انا طموحي اني اوصل على الاقل لأوروبا ومستوى كبير يعني بعدين خلاص بعتذر. طب نتكلم عن التراخيص.
يعني انت الان مرخص بالضبط. او انك انت مشارك فقط يعني هل في هناك اتحاد ولكن هل بد انك تعبر من امتحانات خاصه وتفاصيل معينه على سبيل انك تحصل على ترخيص وتمارس هذه الهوايه وتؤهل لها؟ وتقدر تقول عندنا الياسن حق درفت يعني مش جميل. من مرخصه من اف اي اي واتحاد سيارات عندنا في الامارات. ونفس الوقت يعني مش اي واحد ياخذ الليسن لانه لازم في تيست بيكون في التست في مدرسه برو درفت اكاديمي يعني. نعم يعني لازم تاخذ انت تتجاوز امتحان معين مثل امتحان السيارات يعني ولكن في بسكيل معين يعني بالضبط. واللي يشاركون بطولات اغلبهم يعني عندهم لياسن يعني ما في. عبد الله يعني هالرياضه هل لها نوع معين من انواع السيارات انت سالته صح ولا لا؟ لا هو لا صح نبغي تفصيل بعد عن سياراتها وشو التجهيزات اللي تم عليها. تجهيزات والله اي سياره في العالم تقدر تسويها مو شرط تكون بس اهم شيء ما تكون يعني فور ويل يعني يكون صعب فورويل لكن الصوالين ثقيله شوي تكون السياره صح يعني مو بخفيفه قطع الفورويل مش متوفره وايد يعني. نعم. بس لكن السيارات يعني تكون صوالين اي سياره في العالم تقدر تسويها اي سياره صارت في اوروبا دفع امامي ولا خلفي لازم سووا اخترعوا كل شيء في كل السيارات دفع امامي لازم تكون او لا. دفع خلفي خلفي دفع كيف. خلفي طبعا السيلفيا من السيارات القديمه يعني اللي هي اللي مستخدمه وهي منجزه زين حجم السياره ياثر يعني مثل اللفات هذه الاقماع جايه في مكان صغير فمثلا واحد عنده كورفيت او واحد عنده موستنج ولا واحد عنده سيلفيا او نيسان زد يأثر. او الاي تي 6 طبعا يعني كل الحجم ياثر بشكل كبير اكيد ياثر. نعم. وثاني شيء السيارات هاي مجهزه يعني بتكاليف عاليه مثل ما يقولون ومجهزه يعني عشبه انها تكون حق الدرفت يعني. نعم. مش اي سياره تقدر يعني بالضبط يعني تشارك فيها على طول لا لازم تعدل فيها وايد وايد اشياء عندك. اول شيء يمكن المقصوره نحن نتكلم عن المقصوره شو تجهيزات المقصوره تكون فيها رول كيج اللي هو السيفتي الحديد اللي داخل اللي يحمينا اذا يعني السياره انجلبت او شيء يحمينا هالرول كيج يعني تعرف انت والحزام والخوذه واللبس والجوتي طبعا الحلبات هاي ما يسمحون لنا حتى لو كنت يعني ما لابس جوتي واحد بس ما يدخلوك مثلا ما يدخلونك طبعا يعني حتى لو اللبس اللي تحت ضد الحريق. نعم. كل شيء كل شيء يعني يعني هاي بسبب قواعد السلامة يعني لازم تكون ملتزم فيها. نعم. قواعد اللبس قواعد السلامة. طيب. فمهتمين في هاي الأمور. جميل. الآن هذه السيارة مثل ما قلت اللي أنت مشارك فيها كم القوة الحقيقية لها وكم القوة اللي أصبحت عليها للمشاركة في مثل هذا؟ القوة الحقيقية طبعا يمكن 200 حصان 200 أو 150 حصان سلفية 200 وشوي صح؟ تقريبا 200 حصان بس حاليا انا موصلها ل 800 حصان 800 شو رايك ابي من 200 الى 800 انت شايف الفرق يعني تتكلمين على اربع سيارات في وحده فعلا زين السياره ليش تطلع على مثل ما نشوف اذا بنشوف على الشاشه تطلع نار نار هي تطلع طبعا ضوء من تحت من هاي من قوه المحرك ترى ومن التيربو عليها شو عليه انت اهل الخبره يعني ان شاء الله عليك لا احنا مو بخبره الخبره اني عند محمد طيب الآن كم عدد يمكن المشاركين عندنا في دولة الإمارات وشو موقعنا نحن على مستوى الخليج أو مستوى العالم؟ عدد مشاركين فوق 60 شخص يعني كل بطولة يعني فوق 60 شخص شاركوا عندنا على مستوى الخليج يعني جدا جدا وايد يعني عمان متفوقة في مجال الدرفت أكثر عنا لكن نحن نشارك في عمان يعني نشارك هناك عنده ومتسابقين عمانيين يون شاركوا عندنا يعني فخليجيا الأولى عمان ونحن بعدين معنا في مجال الدرفت عندنا بطولات قوية يعني هني تسوي فمستوانا وايد ارتفع حاليا الحمد لله يعني فقبل يعني قبل 15 سنة مثلا كنا ندور يعني حد نقول له وين في بطولات درفت تبغى نشارك تبغى ما كان في بس جزاه الله خير محمد الفلاسي الله يحفظه هو محمد الفلاسي فتح لنا مجال استاذنا هذا في الدرفت اي نعم وجه له تحيه احنا بعد عبد الله انت لك بعد تجربه في موضوع الدرفتنج في الدراجات بعد احس من وراء ايضا من وراء ايضا السيد محمد الفلاسي هو اللي وداني على الفروك برو درفت اكاديمي وجربنا هناك ايضا طبعا من خلالها شو تجربتك؟ تجربه جميله عبير شوفي نحن اي شيء في اكشن تحصلينه لابد ان نستمتع هاي طبيعتنا عرفت علي كيف ففعليا الموضوع مش سهل بس تشوف ان الموضوع بعد يحتاج لدراسه يعني محمد وعبد الله هي انا من وجهه نظري محمد لازم الواحد يتدرب ويدرس تدريب محتاج دراسه محتاج فهم التقنيات بالضبط. محتاج فهم السياره محتاج ايضا فيها فهم ديناميكيه العمل الموضوع مو مش فقط ان انا بركب سياره واسوق لازم يعرف كيف يبدا يصنع سيارته من وين يبدا فيها اذا صنع يعني عدل السياره بطريقه غلط ما بيحس انه بيكون متفوق في مجال الدرفت نعم
فكل شيء ولا شيء مثل تحب توجهي يعني رسالة. الدراسة الأكاديمية مهمة. هي طبعًا مهم. أكيد. أي شيء شوفي أنا بخبرك شيء بسيط. أنت يوم تدخلين أكاديمية أنت تختصرين سنوات من العمل اللي أنت لابد تسويه خلال ساعات اللي هي تقدمها لك الأكاديمية أو مركز التدريب. يعطيك خبرة 20-30 سنة في يوم أو يومين صحيح؟ بالضبط. وبالتالي تخيل النمو اللي عندك بيستوي خلال هذه الفترة البسيطة. شو توجه حق شباب دولة الإمارات اللي يمارسون هذه الرياضة خارج أماكنها المخصصة؟ أكيد نصايح بعد نصايح لا تعطيهم إياها. أكيد نصيحتي لهم أن الهواية هاي مكانها في الحلبة أمان وبالعكس بيساعدونا في أمور وايد يعني نصايح ويعني يطورونا في هالمجال. فنصيحتي لهم ان ما يمارس الرياضه برا الحلبة طبعا. فاحنا توجهنا للحلبات الحمد لله نجحنا الحمد لله رب العالمين. الشوارع ما بدت ونحن نتمنى لك التوفيق الدائم ان شاء الله. اهم شيء مو في الشوارع ولا والطريق امامك ان شاء الله طويل ويكون كل عامر ان شاء الله وزاخر بالنجاحات. امين يا رب. الله يوفقك ان شاء الله توصل على المراتب يا اخوي محمد المنصوري بطل الدريفتنج. نشوفك ان شاء الله في الحلقات. شكرا شكرا بطولات ثانيه ان شاء الله. شكرا لك. يا مرحبا.